فريق الهوكي في الشرقية فاز بالمركز الأول في بطولة الدوري العام للهوكي الموسم ده، وتأهل لبطولة أفريقيا للأندية بصفته بطل مصر والدوري العام. احنا معانا على التليفون دلوقتي الكابتن أحمد الشافعي مدير فريق الهوكي بالشرقية. صباح الخير عليك. صباح الخير يا أستاذ بسام، كل سنة وأنتم طيبين، وصباح الخير عليكم جميعا وأسرتك من البرنامج. كل سنة وانت طيب، وبنبارك لك على الفوز والتأهل لبطولة أفريقيا. يعني كلمنا عن أجواء البطولة والتميز اللي كان سبب في تحقيق الفوز. كل سنة وانتم طيبين. الأول حضرتك طيب، حلول شهر رمضان دي البطولة رقم 32 فزنا بيها يوم 26 سبت 3، ومن أصل إجمالي الدوري العام 37 بطولة. دي البطولة دي مؤهلة البطولة الأفريقية للأندية الأبطال. إحنا كنا حاملين اللقب السنة اللي فاتت، ولكن منعنا من المشاركة في أكرا غانا 21. السنة دي إن شاء الله والحمد لله والشكر لله كل مباريات فوز، وحصلنا على بطولة الدوري العام بجدارة، ومن إجمالي 37 بطولة، ودي بطولة مؤهلة لأفريقيا إن شاء الله تقام في شهر 11 في بلانتاير ملاوي افريقيا. والفريق الحمد لله بذل مجهود رهيب وكبير جدا جدا السنه دي عشان يتاهل للبطوله الافريقيه، لانه منع من المشاركه السنه اللي فاتت. فبذلنا مجهود رهيب، وكانت في مسانده من مجلس الاداره واعضاء مجلس الاداره ورئيس النادي الدكتور حمدي مرزوق والمشرف العام استاذ محمد صلاح، ومديريه الشباب والرياضه دعمتنا، واستاذ الدكتور المحافظ دعمنا، وكان في مجهود واضح على ارض الواقع. والحمد لله توج الفريق بهذه البطوله ليأهل الى بطوله افريقيه القادمه ان شاء الله. ما شاء الله يا كابتن، عدد كبير من البطولات زي ما حضرتك ذكرت. عايزين نعرف ايه سر تميز فريق الشرقيه للهوكي، لان احنا كل سنه تقريبا في ميعاد البطوله بيظهر اسم الفريق وبيلمع وبياخد بطولات، فايه السبب وراء تميز هذا الفريق؟ والله يا استاذ محمد صباح الخير. اولا احنا منظومه احترافيه يا استاذ محمد، من يوم ما مارسنا من ايام الاجيال الذهبيه اللي انا كنت عضو فيها كنا بنمارس اللعبه باهتمام وبحرص. ففي برامج بتوضع لهذا الفريق والاجيال بتعقب اجيال عشان نحافظ على هذا المستوى. احنا حافظك خلي بالك، البطوله الدوري العام اقيمت سنه 84 85 وحتى تاريخه اقيمت 37 مره. لما فريق الشرقيه يحصل على هذه البطوله 32 مره ده انجاز يعني محلي طبعا. بالاضافه الى البطوله الافريقيه برضه اقيمت 32 مره من 88 وحتى تاريخه كسبنا او فزنا ب 25 بطوله افريقيه ولم نشارك. يعني كان فاضل لكم سبعه وتقفلوها. خدت بال حضرتك؟ تمام. يعني احنا فقدنا البطوله ثلاث مرات فقط لا غير في المشاركات، بالاضافه الى 25 بطوله افريقيه. برضه بالنسبه لكاس السوبر احنا حصلنا على اربع مرات من اجمالي ست مرات كاس السوبر. فالفريق بسم الله ما شاء الله، احنا بنمارس اللعبه باهتمام وباخلاص بجديه، في برامج بتوضع، في حرص، لان احنا فريق بطل. احنا مش ممارسه رياضه للجميع، احنا فريق اتعودنا على البطوله وطعم البطوله وطعم الفوز. بالاضافه الى اللعبه اسريه، يعني كلنا من ابناء الزقازيق وكلنا من ابناء محافظه الشرقيه، وجميع المحافظين كانوا بيدعمونا، جميع وزراء الرياضه كانوا بيدعمونا وبيحبوا الفرقه وبيحترموا تاريخها وانجازاتها. ففي استمراريه حضرتك بالنسبه للبطولات الافريقيه والمحليه. فالحمد لله والشكر لله احنا مميزين من هذا المنطلق، لان حضرتك عارف احنا لينا ملعب، الدوله عملت لنا ملعب ترتان في نادي الشرقيه، فده بيحافظ على المستوى الفني والبدني والاستمراريه في الحفاظ على مسيره الانجازات. فالحمد لله والشكر لله ان احنا ربنا بيوفقنا وبيكرمنا قبل كل شيء. احنا واخدين الدوري العام السنه دي في الدور التمهيدي بدون هزيمه، والسداسيتين وبطولات مجمعه الاتحاد المصري للهوكي بيقيمها لتحديد البطل. فاحنا الحمد لله والشكر لله واخدين الدوري بفارق 3 بونت او 3 نقاط ما شاء الله عن
اللي هو فريق الطائرات. ما شاء الله، لعبة الهوكي مش لعبة منتشرة، يعني عايزين نعرف إقبال الشباب عندكم على اللعبة دي عامل إزاي، والأعمار اللعيبة، الأعمار اللي بيشملها الفريق، يعني اللعيبة عندكم من سن كام لكام؟ إحنا عندنا مدارس موهوبين وأكاديميات هوكي تفوق 800 لاعب بنين وبنات في نفس الملعب، خد بال حضرتك، فاحنا لينا قاعده حتى في الاكاديميات، بالاضافه الى فرق الناشئين عندنا فريق 2002 برضه هيقترب من فوز بطوله الجمهوريه، عندنا فريق 2005 حاصل على بطوله الدوري الجمهوريه المرتبط مرحله 2005 2006، حتى احنا متفوقين في قطاعات الناشئين، عندنا فريق البنات برضه واخد الدوري العام السنه دي والكاس السوبر وبيراعب من الدوله ومن المحافظ، فالحمد لله احنا الملعب عندنا بيساعدنا في الحفاظ على هذه الانتصارات، خدت بال حضرتك، بالاضافه الى ان الفريق اساسا اعماره السنيه بتتراوح ما بين 18 سنه لغايه 35 سنه او 38 بالكثير، فاحنا اجيال بتعقب اجيال، عندنا قاعده عريضه جدا جدا في قطاع الناشئين بتغذي الفريق الاول للاستمراريه والحفاظ على هذه البطولات، احنا ما ينفعش يعني بعد هذا العمل وهذا التخطيط وهذه البرامج والتميز ان احنا نطفق اي بطوله الا اذا كان بقى ما لناش نصيب او ما لناش حظ ان احنا نشارك او نخسر هذه البطوله، فتاريخنا في هذه البطولات الحمد لله والشكر لله مشرف، والدوله بترعى هذا الفريق واحنا بنشكر الدوله متمثله في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمثلة في الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، متمثلة في محافظ الدكتور المحافظ ممدوح غراب داعم وبيكافئ الفريق في أي بطولة بيحصل عليها سواء أفريقية أو دوري عام أو كأس سوبر، فالرعاية دي احنا بنحافظ عليها عشان الاستمرارية والحفاظ على هذه الإنجازات. عظيم يا كابتن، كل التوفيق ليكم فيما هو قادم. الكابتن أحمد شافعي مدير فريق هوكي الشرقية، شكرا جزيلا ليك.